مفاجأة غريبة عن عائلة رجاء الجداوي وصراعها مع الوباء. 8 أفراد من عائلة الفنان رجاء الجداوي يسقطون ضحايا للفيروس كورونا. عادل إمام يوجه نصيحة مهمة لابنة رجاء الجداوي في حفل زفافه. السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم في قناتكم كورة شراب. لطفا قبل أن نبدأ فلا تنسوا أن تدعمونا بلايك أسفل الفيديو حتى نوصل هذا الفيديو ل9000 لايك. لو بتحب رجاء الجداوي ما تنساش تضغط لايك أسفل الفيديو، فهذا يساعدنا كثيرا في معرفة عدد المحبين والمترحمين على الفنان رجاء الجداوي. ولا تنسوا أن تضغطوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. أحد أقارب رجاء الجداوي يكشف عن وجود إصابات في عائلتها بكورونا. كشف خالد الجداوي أحد أقارب الفنان الراحل رجاء الجداوي أن 8 أفراد من عائلتها بالإسماعيلية سقطوا ضحية من فيروس كورونا، لافتا أنها كانت تتمتع بشعبية كبيرة في حي المحطة الجديدة بالإسماعيلية حيث ولدت. من جانبها كشف اثنان من طاقم تمريض الجداوي أنها كانت تتمتع بإرادة حديدية ولم تكن تخشى الموت، لكنها ظلت متمسكة بعدم الاستسلام حيث كانت تواجه الأخبار المتعلقة بصحتها وتمكن الفيروس منها بشجاعة ورضا، وكانت تطلب دوما من كافة أفراد الطاقم الدعاء لها وفقا لموقع العربية. كما أنها كانت تشعر بصدمة من كثرة الأخبار المتداولة على مواقع التواصل حول وفاتها، وكانت تتحدث يوما عن مدى حبها لبلدتها في الإسماعيلية. وخلال أيامها الأخيرة كانت تقول أنها تشعر أن مدينتها التي شهدت خروج أول أنفاسها للحياة ستشهد أيضا رحيلها، وهو ما حصل بالفعل. ابنة رجاء الجداوي تكشف كواليس تلقي خبر وفاة والدتها. كلموني 5:30 الفجر. كشفت أميرة حسن مختار ابنة الفنان رجاء الجداوي أمس الأحد كواليس إعلان الأطباء وفاة والدتها ومدى تعلق الأطباء والطاقم الطبي بالمستشفى بها حتى طلبوا الصلاة عليها هناك، موضحة أنها حبوها بشدة خلال فترة علاجهم لها. وقالت أميرة خلال برنامج القاهرة الآن والتي تقدمه العالمية لميس الحديدي: مصر والعالم العربي كل الناس بتحبها، وطاقم المستشفى والأطباء حبوها كلهم هناك، وعايزة أشكرهم كلهم، كانوا جنبها وإحنا مش معها 43 يوما، ما خلوهاش محتاجة حاجة، لازم أشكر الناس دي. موضحة أن قبل وفاتها بيوم كانت نتيجة المسحة للفنانة إيجابية. كلموني الساعة 5:30 عشان يقولوا لي الخبر، وما كانوش قادرين يقولوا لي، ورحت لقيتهم مخلصين كل الإجراءات واستأذنوني وقالوا لي ممكن نصلي عليها هنا. قلت لهم يا ريت، لكن في ناس مستنيينها نصلي عليها. قالوا لي نصلي عليها مرة واثنين بس، عشرناها وحبيناها وعايزين نصلي عليها في المستشفى، حبوها لدرجة كبيرة. واستكملت: كل حاجة مشيت حلو وأنا الحمد لله راضية وربنا كريم واختار لها الأفضل. وعن علاقتها بوالدتها أوضحت أن طوال عمرها كانت تشعر أن رجاء صديقتها، وحينما كبرت تبدل إحساس أميرة تجاهها وبدت تراها ابنتها التي تحتاج إلى رعايتها واهتمامها، لذا كانا لا ينفصلان عن بعضهما البعض. وقالت: كنت أشعر أن دوري الاهتمام بها ورعايتها، وكانت دائما تجلس معي ومع أصحابي، وحينما تجلس معها من المؤكد أنها ستعطي لك نصيحة أو ابتسامة. وكانت الراحلة قد أصيبت بفيروس كورونا وتم نقلها من القاهرة إلى مستشفى أبو خليفة في 24 مايو الماضي يوم عيد الفطر المبارك، وظلت تخضع للعلاج طوال 43 يوما تم خلالها حقنها بالبلازما والحصول على 4 مسحات منها أكدت جميعها إيجابيتها للفيروس، الأولى بعد 4 أيام من وصولها المستشفى، والثانية بعد تلقيها للبلازما، والثالثة قبل 2 أسابيع، والرابعة قبل 2 يوم من وفاتها. وولدت الراحلة في حي المحطة الجديدة بالإسماعيلية في 6 سبتمبر عام 1938، وتلقت تعليمها الأول في مدرسة الفرنسيسكان بالقاهرة، وعملت مترجمة بأحد الشركات الإعلانية، وتم اختيارها ملكة جمال مصر في العام 1958، وتزوجت من الراحل حسن مختار مدرب حراس نادي الإسماعيلي في 70s، والذي توفي في 5 مارس عام 2016، ولها ابنة وحيدة هي أميرة وحفيدة وحيدة هي رضوى. فان دام يعبر عن صدمته لرحيل رجاء الجداوي: ستعيش في ذاكرتي بروحها الجميلة.
مع الممثل البلجيكي جان كلود فان دام، الممثلة المصرية رجاء الجداوي الاثنين التي وافتها المنية الأحد جراء إصابتها بفيروس كورونا، معربا عن صدمته بسماع خبر رحيلها. ونشر فان دام صورة تجمعه بالجداوي عبر صفحته الرسمية على موقع انستغرام، وعلق عليها قائلا: أنا في صدمة، من المحزن قراءة خبر رحيل الممثلة المصرية الأسطورة رجاء الجداوي بعد معركة شجاعة مع فيروس كورونا. التقيتها قبل أشهر قليلة، كانت مليئة بالحياة، مرحة ومهيبة، لا أصدق أنها رحلت، لكنها ستبقى حية في ذاكرتي بروحها الرائعة وضحكتها الجميلة، أرجو من الله أن يرحمها. وكانت قد رحلت الجداوي عن عمر يناهز 81 عاما بعد صراع مع فيروس كورونا دام لأكثر من شهر، تاركة خلفها إرثا فنيا غزيرا من الأعمال الدرامية والسينمائية والمسرحية. ونعى العديد من الفنانين العرب الممثلة المصرية معربين عن حزنهم الشديد لرحيل لها جراء إصابتها بهذا المرض، إذ شكلت وفاتها صدمة في الأوساط الفنية المصرية خاصة والعربية عامة. تسجيل صوتي يكشف رسالة من رجاء الجداوي إلى تركي آل الشيخ. حصلت مصر اليوم على رسالة صوتية للفنانة الراحلة رجاء الجداوي قبل وفاتها، وجهتها إلى المنتج حمادة إسماعيل. حرصت خلالها على توجيه الشكر للمستشار التركي آل الشيخ عقب تكريمها في حفل جوي بمدينة الرياض أكتوبر الماضي، والذي شهد آخر تكريم للفنانة الراحلة وآخر صعود لها على خشبة المسرح. وقالت الجداوي في رسالتها: حمادة، أنا اللي تشرفت جدا جدا إني شفتك، متشكرة جدا على كل حاجة، مش عارفة أقول لك إيه، يعني كل حاجة كانت جميلة. ميرسي على حسن الضيافة، ميرسي على الاستقبال، ميرسي على اسلوب سيادة المستشار تركي آل الشيخ. انا عايز اشكره شخصيا وهكلمه علشان اشكره، وبأشكرك انت، وان شاء الله اشوفك في مصر قريب باذن الله. شكرا يا حبيبي. وكان المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية قد كرم الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي في حفل جوي اورد في ختام فعاليات منتدى صناعة الترفيه جوي فارما في مدينة الرياض أكتوبر الماضي، بجانب نخبة من أبرز نجوم الفن والترفيه في الوطن العربي والعالم، وأبرزهم فان دام وشاروخان وجاكي شان والممثل الأمريكي جايسون مومو الشهير بأكومان. ونعى المستشار تركي آل الشيخ الفنانة الراحلة عبر حساب موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أمس الأحد قائلا: رحم الله الفنان الكبير رجاء الجداوي، رحل جسدك لكن ستبقين في القلب، لا أنسى كلماتك الرقيقة في كل لقاء يجمعنا، إلى جنة الخلد آمين. من جهة أخرى، شهد منتدى صناعة الترفيه في الرياض والذي شهد التكريم الأخير للفنان رجاء الجداوي احتفال من النجم العالمي فان دام بالفنانة الراحلة، حيث ظهر في أحد الفيديوهات يقبل يداها في تقدير واضح لأعمالها وقيمتها الفنية، كما داعبها الفنان الهندي شاروخان بمنحها الجائزة في ظل تجمع كبير للفنانين. عادل إمام عن رجاء الجداوي: أفضل نموذج للسيدة المصرية وفخر لنا جميعا. قال الفنان عادل إمام: إن الفنان رجاء الجداوي أفضل نموذج للسيدة المصرية وفخر لنا جميعا، موضحا أنها نموذج عظيم، مثقفة ودمها خفيف، وممثلة متميزة، كما أنها جسدت كل الأدوار بشكل جيد، وكانت ممثلة رائعة في جميع الأدوار التي ظهرت فيها في أعمالي. وتابع إمام خلال مداخلة هاتفية للإعلامي عمرو أديب ببرنامج الحكاية: لم تدخل معهد فنون مسرحية، ولكنها ممثلة رائعة، دائما نتحدث في الهاتف، ولم تنقطع علاقتها أبدا، ورجاء صديقة، وهي من الأشخاص المثقفين، وكنا نتكلم في نابليون الثالثة وجدتها تعرف معلومات عنه. وتابع عادل إمام: توجد اللغات والكلام والحديث، وهي أذكى من أنها تخسر أي شخص، حيث أن عمل الفنان هو من يخلده في الحياة وليس بالتماثيل وغيرها. والفنان الراحل رجاء الجداوي من مواليد 6 سبتمبر عام 1938 بمحافظة الإسماعيلية، هي ابنة أخت الفنانة تحية كاريوكا، وطلقت تعليمها الأول في مدارس الفرنسيسكان في القاهرة، ثم عملت في قسم الترجمة بإحدى الشركات الإعلانية، وتم اختيارها لتكون عارضة أزياء بعد فوزها كملكة جمال القطر المصرية في عام 1958، وفي نفس الوقت عرفت الطريق إلى الفن. ابنة رجاء الجداوي تكشف آخر كلمات الفنانة الراحلة:
أكدت أميرة مختار أنها انهارت من البكاء فور حديث الإعلامي عمرو أديب عن الفنانة الراحلة رجاء الجداوي ابتدعي ليك أنت ولميسة، وكانت بتقول هم سند وأخوات واليوم البرنامج وأنا أمامه منهارة من حديثك عن الفنانة الراحلة. وأضافت أميرة خلال مداخلة للإعلامي عمرو أديب ببرنامج الحكاية أنها منذ تعب والدتها اتصلت بأديب قائلة أنت فعلا يوم ماما تعبت أول تليفون عملته ليك، والأطباء قالوا أن كل كلامها كانت تقول الحمد لله ويا رب راضية. وكانت رجاء الجداوي تتواجد على جهاز تنفس صناعي اختراقي داخل العناية المركزة بمستشفى أبو خليفة للعزلة الصحية بعد تدهور حالتها الصحية. والآن أعزائي المشاهدين أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة، ولكن قبل أن ننهي حديثي سأطرح عليكم سؤال وأتمنى منكم المشاركة بأرائكم في التعليقات. بدلا من طرح سؤال لا تنسوا أن تترحموا على الفنانة في التعليقات، لا تنسوا أن تشاركوا بأرائكم في التعليقات، ولا تنسوا أن تضعوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا. وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول.